الحمد لله رب العالمين الذي قص علينا من آياته عجبا وأنزل علينا في القرآن خلقا وحكما وأدبا وجعل الإيمان بنبيه محمد للنجاة من النار سببا فقال وعزتي وجلالي لو استفتع علي الخلق كل طريق واستفتحوا علي كل باب لن يدخلوا الجنة حتى يأتوا خلفك يا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينادي في عزة وكبرياء فيقول أنا الله أنا الله لا إله إلا أنا من آمن بي أدخلته حصني ومن أدخلته حصني أمن من عذابي وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد الذي يقول في حديثه النبوي الشريف إذا عظمت أمتي الدنيا ضاعت منها هيبة الإسلام وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر حرمت من بركة الوحي وإذا اشتغلت أمتي بالمعاصي سقطت من عين الله جل جلاله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وارض اللهم عمن خاطبه قائلا صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون إنني أطرح على مسامع حضراتكم سؤال أطرحه والقلب حزين ولماذا أطرحه والقلب حزين لأننا انشغلنا بالدنيا عن لقاء الله فكم من مريض عدنا وما عدنا وكم من مبان تبنى وما تبنى وكم من ملك على ورفعت له علامات فلما علامات ونسينا أن الدنيا إذا كست أو كست وإذا أينعت نعت وإذا جلت أو جلت إخوة الإيمان والإسلام أما عن السؤال فما هي الأعمال التي تنفع الميت بعد مماته الواحد مننا دلوقتي حريص أن يضع مثلا أموالا لضرائر الزمن يقول لك أنا عاوز مثلا تعين معك فلوس لمفاجآت الزمن
طب هل سألت نفسك ما هي الأعمال التي تنفعني إذا فاجأني الموت، ولا سيما وإذا كان الموت يأتي بلا ميعاد محدد ولا مكان محدد ولا زمن محدد ولا زمن محدد، ولكنه كما يقول القائل الموت يأتي بغتة أي فجأة والقبر صندوق العمل. إيه هي هذه الأعمال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعمال سبع أشياء يجري أجرهن للعبد بعد مماته. سبع حاجات تلاقي نفسك بعد أن تلقى الله سبحانه وتعالى يأتيك المدد بالحسنات إلى أن تقوم الساعة، إذا فعلت واحدا من هذه الأشياء السبعة. يقول النبي: واحد، من أجرى نهرا، ومن حفر بئرا، ومن بنى مسجدا، ومن ورث مصحفا، ومن علم علما، ومن بنى بيتا لابن السبيل، ومن ترك ولدا صالحا يدعو له. ما معنى هذه الأشياء باختصار؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على العمل في هذا الحديث، لأن العمل هو الركن الثاني بعد الإيمان بالله. بعد ما بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يتطلب منك الله الركن الثاني بعد الإيمان بالله. اوعى تفكر ان الصلاة او الزكاة او الصوم او الحج هو الركن الثاني بعد شهادة لا اله الا الله. قال لك اقرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين امنوا، هذا الركن الاول. الركن الثاني وعملوا الصالحات، الركن الثالث واقاموا الصلاة، الركن الرابع وآتوا الزكاة، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعشان يطمنك أن هذا الأجر لا يضيع، يقول في آية أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اسمع، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: من أجرى نهرا. يعني إيه أجرى نهرا؟ يعني واحد مثلا حب يعمر في الأرض، والماء الذي يكون في النهر هو العنصر الثاني من عناصر الحياة الثلاثة. العنصر الأول الهواء الذي لا يملكه الله لأحد أبدا، لأن عشان ربنا يملك الهواء لأي واحد، على ما تروح تقول له: لو سمحت أنا عاوز أتنفس، هتكون موت. يبقى لم يملك الحق سبحانه وتعالى الهواء لأي أحد، لكن من الممكن أن يتحكم الإنسان في الإنسان في العنصر الثاني وهو الماء. نقفل مثلا سد، نمنع الناس المية، نردم لهم بئر حفروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أن تعمر بالعنصر الثاني ولا تخرب. يقول لك: من أجرى نهرا، يعني تيجي على مكان ما فيش مية، وإن استطعت أن توجد الماء في هذا المكان، فكل من شرب من هذا الماء يعطيك الله سبحانه وتعالى حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أن تقوم الساعة. من أجرى نهرا،
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يقول له ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد رجل كان عنده فضل ماء فمنعه عن ابن السبيل. واحد معه مية زيادة، فضل يعني ايه؟ يعني زيادة عن حد. والله لو معاك مية على قدك ومش عاوز تدي انت ربنا مش هيحاسب، لكن انت معاك مية تكفيك ومية زيادة، وبعدين جاي لك واحد ابن سبيل يعني مش من البلد يعبر الطريق لا مأوى له ولا ملجأ إلا الله، فبقول لك اسقيني مية. فأنت منعت هذا الماء وهذه الشربة الماء عن ابن السبيل، فربنا يقول لك لا أنظر إليك، ما ينظرلكش إليك يوم القيامة، يعني لا تتنزل عليك الرحمات ولا يزكيك، يعني لا يغفر لك ذنبا، تقف أمامه ملوثا مدنسا بالسيئات ولهم عذاب أليم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أجرى نهرا، طيب ما عنديش قدرة أشق نهر، قال لك من حفر بئرا أقل، أقعد أفحت على قد كده أحفر حتى ينبع الماء من تحت الأرض، يبقى دي درجة أقل. فكل من شرب أيضا من هذا البئر يمتد أجر هذا الشراب لك بعد مماتك إلى أن تقوم الساعة. يبقى من حفر نهرا، من أجرى، من حفر بئرا ومن أجرى نهرا، ومن ورث مصحفا. إذا علمت أولاد المسلمين أن يقرأوا القرآن وأن يحفظوه، كلما قرأ طفل آية أو حرفا من كتاب الله كان لك بكل حرف عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين قال لك ومن بنى بيتا لابن السبيل، رقم أربعة، يعني واحد عنده مقدرة مالية يوم يبني مأوى. واحد غريب معدي من البلد مثلا عاوز ينام، عاوز يلاقي لقمة، عاوز يلاقي شربة ماء، يوم ايه يصل الى هذه المضيفة، فكلما اطعمت جائعا او كسوت عاريا او اغست ملهوفا او اعنت محتاجا كان ذلك ثقلا لك في ميزانك يوم القيامة. ومن بنى بيتا لابن السبيل، وبعدين يقول لك ومن علم علم، علم علم يعني ايه؟ كلمة علم الاول يعني ايه؟ قال لك كلمة علم تفيد كل شيء معلوم ينفع البشرية، سواء كان علم في الطب او علم في الرياضيات او علم في الهندسة او علم باحكام الشريعة الاسلامية او علم بالتاريخ واحوال السابقين او علم بمظاهر قدرة الحق سبحانه وتعالى في الارض. كل علم علمته للناس جميعا مسلمين او غير مسلمين وقصدت بهذا التعليم وجه الله كان لك بهذا العلم ايضا ثوابا ممتدا الى يوم القيامة. وشوف الآية الكريمة، آية واحدة في سورة فاطر جمعت جميع العلوم الإنسانية. ربنا سبحانه وتعالى بقول في سورة فاطر، بقول ألم ترى، يعني ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء. يبقى لما نقول أنزل من السماء ماء يعني عاوزين علم الأرصاد الجوية، يعرفك إزاي السحاب الموجب بيصطدم بالسحاب السالب وينزل لنا ماء، عاوز علم. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه، بيعلمك علم الزراعة. ومن الجبال جدد بيض، من الجبال يعني ايه؟ بيعرفك ان الجبال علم جيولوجيا،
تعرف طبقات الجبال، الطبقة دي تستخدم ليه وتنفع المسلم فيه، وبعدين تستخرج من الجبال الجرانيت وتستخرج المعادن النفيس التي تنفع الناس في دنياهم وفي معاشهم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه، قال لك وغرابيب سود. يبقى الجبال جدد بيض، جبال بيضاء وجبال سوداء وجبال حمراء، كل جبل وكل لون جعله الحق سبحانه وتعالى نافعا في ناحية من نواحي الحياة. قال لك انت بقى تستخدم عقلك وتستنبط وتنظر وتتأمل، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. وبعدين قال ومن الناس، دخل على الإنسان اللي هو أشرف الكائنات. الإنسان يشمل علم الطب ويشمل علم النفس ويشمل كل علم ينفع الإنسان في حياته. ومن الناس والدواب، دخل على الإيه؟ على الإيه؟ على الحشرات. كل علم تتعلمه عن الإنسان أو الحشرات كل ذلك يدعوك الحق سبحانه وتعالى فيه إلى أن تفيض به على الناس. يقول لك ما تخليش لوحدك وبس، خليك أنت مستقبل عطاء من الله ورافض عطاء للبشرية. ومن الناس والدواب والأنعام، دخل على الحيوان الذي خلقه الله لخدمة الإنسان. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. اسمع ماذا قال؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى لما تتأمل في النبات وفي الجماد وفي الحيوان وفي الإنسان، اللي هي أربع أجزاء خلقها الله ليكون منها هذا الكون، عندما تتأمل فتفهم وتعلم غيرك بيت عالم. إنما تعلمت وما أفدتش البشرية ما بيتش عالم، اتعلمت وهذا العلم لم ينفعك في دنياك ما بيتش عالم. لكن إذا كنت عالم ربنا يقول لك إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخافون الله حق مخافته ويخشونه حق خشيته. يبقى من علم علما ثم قال بعد ذلك ومن ترك ولدا صالحا يدعو له. كلمة ولد يعني ايه؟ قال لك كلمة ولد احنا بنفهمها ان هو الايه؟ الصبي. لا، كلمة ولد في لغة القرآن تطلق على الذكر والأنثى. طب واحد ما تركش اولاد، يبقى ايه ذنبه؟ ان ما فيش حد يدعي له. قال لك من حرم نعمة الإنجاب ورضي بقضاء الله جعل الله دعاء كل ولد من المسلمين يصل إليه. لأن ربنا قال كده، قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يديك توأم. وبعدين قال لك ويجعل من يشاء عقيما. يعني إيه؟ يعني ممكن من رحمة الله به أن يجعلك عقيما ما تخلفش. ليه؟ قال لك ربما رزقك الله بنتا وكانت بعد ذلك عاهرة أو فاجرة، ربما رزقك الله ولدا ذكرا وبعد ذلك ضربك وعقك. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي داود، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من أربع، أعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، ابن يؤمرني وينهاني، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من جار إن رأى مني خيرا أنكره ما يقولش على حسناتي، وإن رأى مني سوءا أزاع، وأعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري. أجمعه وغيره يتمتع به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخلي روحك تناد وانت محمول في النعش، النداء الأخير. بس النداء لا ينفع
يقول ايه الميت؟ يا اهلي ويا اولادي ويا اصحابي، جمعت لكم المال من الحلال ومن الحرام وتركته لكم تتمتعون به، وسوف اسأل عنه اليوم وحدي، فاليوم المال لكم والحساب علي. اخوة الايمان والاسلام، من وجد في نفسه مقدرة على ان يفعل ولو شيئا واحدا من هذه الامور السبعة التي تنفعه بعد مماته فليفعل، فان الحق سبحانه وتعالى يحفظ لك العمل في خزينة مكتوب على بابها: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا وآمنوا وعملوا الصالحات أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله العلي العظيم أن يشمل هذه المرأة المسلمة التي انتقلت في ذمة الله وفي جواره، وأن يشملها بقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نسأل الله أن يجمعها في مستقر رحماته، وأن يبدلها دارا خيرا من دارها، وأن يبدلها أهلا خيرا من أهلها، وأن يبدل سيئاتها حسنات، وأن يغسل خطاياها بالثلج والماء والبرد. ونسأل الله لنا ولكم العافية والتوبة النصوح. وأقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم المغفرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.